بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 171. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن في باب الديات، ديات الأعضاء ومنافعها. عقد بعده فصلا قال فيه: وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق أن المؤلف رحمه الله قال: باب ديات الأعضاء ومنافعها. نعم. فلما فرغ من بيان ديات الأعضاء انتقل إلى بيان ديات المنافع. المنافع هي الحواس الخمس: السمع والبصر واللمس والذوق، والأعضاء بقية الأعضاء كاليد والرجل إلى آخره. نعم. والشم من الحواس، يعني الحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. نعم. صلى الله عليكم. قال: وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل. نعم. كل حاسة فيها دية كاملة، فإذا جنى عليه فأذهب سمعه فصار لا يسمع فإنه يلزم دية كاملة، أو صار لا يبصر، يعني ذهب أو نعم. قال: وهي السمع والبصر. أو جنى عليه فصار لا يبصر. نعم. لأن ذهب بصره نهائيا ففيه دية كاملة. أو جنى عليه فصار لا يشم الروائح، لأن تعطل أنفه عن شم الروائح لأن ذهبت حاسة الشم ففيه دية كاملة أيضا. أو أذهب حاسة الذوق فصار لا يحس بطعم الأشياء، صار لا يحس بطعم الأشياء من حلاوة ومرارة وغير ذلك، فعليه دية كاملة، لأن هذه منافع ليس في الجسم ما يعوض عنها. ولأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، في أن رجلا جنى على رجل فأذهب سمعه وبصره وشمه فقضى عليه عمر رضي الله عنه بعدة ديات. نعم. فأبكم الله. قال: وفي الكلام، وكذا في الكلام والعقل. وكذلك منفعة الكلام، إذا جنى على شخص فخرس صار لا يستطيع الكلام، وهو ما يسمى بالأبكم، فإنه يجب عليه دية كاملة، لأنه ليس في الجسم ما يعوض عن هذه الحاسة أو هذه المنفعة. نعم. والعقل كذلك، لو جنى عليه فذهب عقله وصار مقبولا فإنه يقضى عليه بدية كاملة، لأن عمر رضي الله عنه قضى السمع والبصر والعقل بديات. نعم. ومنفعة المشي والأكل كذلك، لو جنى عليه فصار لا يستطيع المشي، أقعد فصار لا يستطيع المشي على رجليه فإنه يلزمه دية كاملة. نعم. ومنفعة
والأكل والنكاح. كذلك لو جنى عليه فأذهب منفعة الأكل فصار لا يستطيع أن يأكل فإنه يجب عليه دية كاملة. نعم. والنكاح كذلك لو جنى عليه على صلبه فصار لا يستطيع النكاح أذهب منفعة النكاح ففيه دية كاملة. نعم. وعدم استمساك البول أو الغائط كذلك من المنافع التي تجب فيها الدية كاملة عدم استمساك البول إذا جنى على مثانته فصار لا يمسك البول ففيه دية كاملة أو جنى عليه فصار لا يمسك الغائط ففيه دية كاملة أيضا. نعم. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. نعم كذلك تجب الدية في كل واحد من الشعور وهي شعر الرأس فلو جنى عليه وأذهب شعر رأسه على صفة لا تعود فأصبح أقرع فعليه دية كاملة أو أذهب شعر لحيته فصارت لا تعود فعليه دية كاملة أو جنى عليه فأذهب أهداب عينيه فعليه دية كاملة أو أذهب شعر حاجبيه بحيث لا يعود فعليه دية كاملة لأن هذه شعور إذا ذهبت ليس هناك ما يعوضها. نعم. وشعر اللحية نعم ذكرنا شعر اللحية فيه دية كاملة إذا جنى على لحيته فذهبت بصفة لا تعود بعد ذلك فعليه دية كاملة. هل من توجيه فضيلة الشيخ لهؤلاء الذين يحلق لحاهم بأيمانهم؟ إذا نعم كان في سيظل عمره يحلقها كل صباح وهو في وهي في شرع الله لها حق الدية كاملة مثل النفس مثل رأسه. هذا فيه بيان مكانة اللحية من الرجل أكبر. وأنها عضو من أعضائه وجمال جمله الله به وجعلها فارقة بين الذكر والأنثى فإذا جنى عليه بصفة يذهب شعر لحيته فلا تعود فعليه دية كاملة. فهؤلاء الذين كفروا نعمة الله عليهم وحاربوا اللحية وصاروا يحلقونها ويذهبون جمال وجوههم ورجولتهم لا لشيء إلا لأنهم يقلدون الكفار في ذلك أو لأنهم يتشبهون بالنساء في ذلك فهذه صفة ذميمة وهذا يدل على نقص عقول هؤلاء ونقص رجولتهم وشهامتهم فإن الفارق بين الرجال والنساء هو اللحية واللحية جعلها الله جمالا للرجال وزينة لهم وعضوا من أعضائهم وفيها فوائد عظيمة وتوفيرها من سنن الأنبياء وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذو لحية عظيمة وأوصى صلى الله عليه وسلم بتوفير اللحى وإكرامها وإرسالها وإرخائها وإرجائها حتى تكون على خلقتها التي خلقها الله جمالا للرجل وزينة للوجه ولكن هؤلاء حرموا من هذه النعمة فأزالوها وتحولوا من الرجولة إلى ما يشبه الأنوثة. نعم. إذا كان أحد يرى أن حلاقتها أجمل وأفضل هل يمكن أن يتهم أن ذلك شيء من النفاق أو من كراهية بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يكره اللحية هذا كراهية للسنة التي هي من سنن الأنبياء وهذه علامة على النفاق أو على الكفر والعياذ بالله. أعوذ بالله. أما إذا حلقها تقليدا دون تفكير في أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا بقاءها وإكرامها لأنه يجهل ذلك فهذا لا يصل إلى حد النفاق ولكن يكون سفيها يكون من السفهاء ومن الإمعات الذين يقلدون الناس
على غير بصيرة، وإلا فالفطرة، الرجل بفطرته يفرق بين الرجل الحليق والرجل الملتحي، فيجد للملتحي بهاء وجمالا وهيبة، بينما لا يجد للحليق هذه المهابة وهذه المكانة في النفوس. وكونه يستحسن هذا، يستحسن حلق اللحية، فهذا كما قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم، أحسن الله إليكم وعظم لكم أجرا وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله: فإن عاد فنبت، أي أحد الشعور الأربعة، سقط موجبه. نعم، إذا عاد الشعر الذي أزاله فنبت وصار كحالته الأولى فإنه يسقط موجبه وهو الدية. موجبه، نعم. ويكون فيه حكومة وأرش كما يأتي. نعم. وفي عين الأعور الدية كاملة. نعم، العينين هذا مما في الرجل، مما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين، فإذا أذهب واحدة فعليه نصف الدية، إذا أذهب واحدة من عين الصحيح العينين فعليه نصف الدية، وإن أذهب العينين فعليه دية كاملة، وإن أذهب البصر وبقيت العينان قائمتان فعليه دية كاملة كما سبق. أما لو كان هناك أعور ليس له إلا عين واحدة يبصر بها، فجاء واحد وفقأ هذه العين فعليه دية كاملة، لأن العين أصبحت تقوم مقام العينين، ويكون أذهب بصره بالكلية فعليه دية كاملة. نعم. وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. القاعدة أن من جنى على عضو من أعضاء الإنسان عمدا عدوانا فإنه يقتص منه بأن يؤخذ منه مثل ذلك العضو، فلو فقأ عين الصحيح العينين فعليه نصف الدية، ولكن إذا جاء ولكن إذا جاء إنسان وقلع عين الأعور فإن عليه دية كاملة، لأن عين الأعور تقوم مقام العينين، فهو أذهب بصره كله. وكذلك لو كان العكس، لو أن الأعور قلع عين الصحيح المماثلة لغيره، فالقاعدة أنه يقتص منه، ولكن في هذه الحالة لا يقتص منه، لأنه لو اقتص منه لذهب بصره كليا وبقي بلا بصر، وهو إنما أذهب من الصحيح بعض بصره، فلا يؤخذ كل بصر الأعور ببعض بصر الصحيح. الصحيح أن عليه نصف الدية ولا يمكن من القصاص. نعم، الصحيح أن عليه نصف الدية. نعم. وإن قلع، قال وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، نعم، عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. نعم، عليه دية كاملة ولا يقتص منه، لأنه لو اقتص منه لذهب بصره كله، فيعطى دية كاملة عن عين الصحيح التي قلعها، وإن كان الأصل فيها نصف الدية. نعم، ولكن هذا معاوضة عن عين الأعور، هذا من باب المعاوضة عن عين الأعور. نعم. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. نعم، لو قطع إحدى يديه أو إحدى رجليه عمدا عدوانا أو خطأ، إذا كان عمدا عدوانا ففيه القصاص كما سبق، وإذا كان خطأ فعليه نصف الدية، لأن اليد الواحدة والرجل الواحدة لا تقوم مقام اليدين أو الرجلين مثل ما تقوم العين مقام العينين، فيرجع إلى الأصل في هذا. نعم. وإن كان الأقطع يا شيخ يفقد المنفعة كلية؟ نعم، إذا كان الأقطع له يد واحدة ثم قطعت الأخرى
فيها نصف الدية؟ إذا كان إذا قطع من أقطع يده السليمة. نعم. يده السليمة ورجله السليمة. نعم. فليس له إلا نصف الدية، لأن هذه اليد أو هذه الرجل لا تقوم مقام اليدين ومقام الرجلين، خلاف العين الواحدة. خلاف العين. فإن العين الواحدة تقوم مقام العينين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشجاج وكسر العظام. نعم. الشجة دية الشجاج. الشجاج والجروح عندنا. نعم. الشجاج هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، هذه يقال لها الشجاج، من الشج وهو القطع، يقال شج المسافة إذا قطعها. وأما الجرح في غير الوجه وغير الرأس فلا يسمى شجة، وإنما يسمى جراحة. والشجاج عشر بالاستقراء، منها خمس ليس فيها دية مقدرة وإنما فيها حكومة، وهي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، هذه فيها حكومة لأنه لم يرد عن الشارع فيها تقدير، وسيأتي بيان كل واحدة منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، يعني دون سائر البدن، فالجرح في بقية البدن يسمى جرحا ولا يسمى شجة. نعم. وهي عشر. عشر، خمس فيها ليس فيها مقدر وخمس فيها مقدر كما يأتي. نعم. الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا ولا يظهر منه دم. نعم. ثم البازلة وهي الدامية. البازلة هي التي تظهر شيئا من الدم وليس بالكثير. نعم. والدامعة وهي التي يسيل منها الدم. نعم، هي البازلة والدامعة بمعنى واحد، وهي التي يسيل منها دم يسير يشبه دمع العين. نعم. إذن نقول: ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم. اي نعم، هذا واحد. البازلة الدامية. نعم. نعم. ثم الباضعة وهي التي، هذه الثالثة، الباضعة وهي التي تبضع اللحم، وهي التي تبضع اللحم، ومنه سمي المبضع الذي يشق اللحم. نعم. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. المتلاحمة أبلغ من الباضعة، لأن الباضعة تشق اللحم فقط، وأما الباضعة وأما المتلاحمة فهي تغوص في اللحم. نعم. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. هذه الأخيرة من الخمس التي لا مقدر فيها، وهي السمحاق، والسمحاق قشرة رقيقة على العظم، فاصلة بين اللحم وبين العظم، فإذا وصلت الشجة إلى هذه القشرة تسمى بالسمحاق، باسم ما انتهت إليه. نعم. قال: فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. لا مقدر فيها من الشارع، لأنه لم يرد فيها شيء في الأحاديث ولا في قضاء الصحابة رضي الله عنهم، ولكن فيها حكومة، وسيأتي بيان الحكومة في آخر الباب. نعم. وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه. هذا أول الشجاج التي فيها مقدر، وهي أولا الموضحة، وهي التي تذهب بالجلد واللحم والسمحاق وهي القشرة وتصل إلى العظم، هذه تسمى الموضحة لأنها تبرز العظم وتوضحه. نعم. قال: وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة. نعم، خمس من الإبل لورود ذلك من عمل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. الثانية من ما يجب فيه المقدرات من الشجاج الهاشمة، وهي التي تهشم العظم ولكنها لا تنقل عظامه، وفيها عشر من الإبل. نعم.
ثم المنقلة منقلة ثم المنقلة، وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها. نعم. وفيها 15 من الإبل. هذه الثالثة وهي المنقلة، وهي التي تهشم العظم وتنقل عظامه، أي تعزل بعض العظام عن بعض، وهذه فيها 15 من الإبل، لما ورد في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. الرابعة المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم الدماغ، جلدة الدماغ تسمى أم الدماغ، فإذا كسر العظم، كسرت العظم ونقلت العظام ووصلت إلى جلدة الدماغ يقال لها المأمومة والآمة، وفيها ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه. والدامغة وهي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ، هذه أيضا فيها ثلث الدية قياسا على المأمومة، لأنه إذا وجب في المأمومة ثلث الدية وهي دونها فلا أن يجب في الدامغة ثلث الدية، من باب أولى. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف. هذه الجراحة في الجسم، ليست هذه من الشجاج وإنما هذه جراحة. إذن الدامغة انتهت، هي من الخمس المقدرة. أي نعم. فإذا جرحه في جسمه جرحا وصل إلى جوفه، إلى داخل الجوف، اخترق إلى داخل الجوف، هذه يقال لها الجائفة لأنها وصلت إلى الجوف وهو الشيء المجوف، وفيها ثلث الدية. نعم. وهي التي تصل إلى باطن الجوف. نعم. وفي الضلع وكل واحدة. نعم. وفي الجائفة. وفي الجائفة ثلث الدية. نعم. وهي التي تصل إلى باطن الجوف. نعم. يعني الجراحة الجائفة فيها ثلث الدية، أما الجراحة التي لا تصل إلى الجوف فهذه فيها حكومة. نعم. الجوف باطن الأعضاء، يعني الأحشاء. الأحشاء داخل الأحشاء، داخل الصدر مثلا، داخل البطن. نعم. وفي الضلع وكل واحدة من الترب. هذا في العظام، انتقل إلى ديات العظام. العظام. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. الضلع في واحد الأضلاع، في كل ضلع بعير. نعم. وفي كسر الذراع وهو الساعد الجاع. نعم. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. نعم. وأما الترقوتان فهما العظمان المحيطان بالعنق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان من اليمين ومن اليسار، والترقوة هي العظم المحيط بالعنق من النحر إلى الكتف. نعم. وفي كسر الذراع في الواحدة بعير، وفي الثنتين بعيران. نعم. وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. نعم. وفي الساعد وهو الجامع بين مفصل الكف ومفصل العضد، يعني يبدأ من الكوع وهو مفصل الكف وينتهي بالمرفق، هذا يقال له الساعد، ويقال له الذراع أيضا، فإذا كسره ففيه بعيران. نعم. والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما. وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد. نعم. والفخذ بعيران. نعم. في الساعد، في الذراع وهو الساعد، يسمى الساعد ويسمى الذراع، وهو ما بين
الكوع وهو مفصل الكف إلى المرفق وهو مفصل العضد، هذا يقال له الساعد ويقال له الذراع، فإذا كسره ففيه بعيران. نعم. والفخذ والساق، وفي كسر الفخذ عظم الفخذ بعيران. نعم. وفي كسر الساق بعيران. نعم. قال إذا جبر ذلك مستقيما، بشرط أن يجبر مستقيما، أما إذا 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 لم يج إذا لم يستقم بعد الجبر ففيه حكومة. نعم. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. نعم. بقي عندنا من العظام اللي فيها مقدر الزندان، الزندان وهما عظام الكوع اللي هو مفصل بين الكف وبين الذراع، هذا يسمى الكوع، ويتكون من زندين، زند من جهة اليمين مما يلي الإبهام وهذا يقال له الكوع، وزند مما يلي الخنصر وهذا يسمى بالكرسوع، وبعض الناس لا يعرف كوعه من كرسوع، من كرسوعه كما في المثل، ففي كل زند من الزندين بعيران. نعم. قال وفيما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام حكومة. وفيما عدا ذلك من الجراح عدا الجائفة وكسر العظام فيه حكومة، فيه حكومة لأنها لم يرد فيها تقدير، والحكومة سيبينها. نعم. قال والحكومة أن يقوم المجني عليه، أن يقوم، أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. هذا تعريف الحكومة التي مرت في الشجاج الخمس التي فيها الحكومة، وفي كسر العظام وفي الجروح التي لا مقدر فيها يكون فيها حكومة، والحكومة أن يقدر المجني عليه كأنه عبد سليم، فيقدر الحر عبدا سليما ثم يقوم وهو سليم، ثم يقوم وبه الجراح قد برئت، فما نقص من قيمة السليم فإنه يكون أرشا للجناية. فمثلا سيذكر المثل هو. نعم. قال كأن قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته. نعم. ما نقص من قيمته عبدا فإنه يؤخذ من الدية، من دية الحر، فلو قدر عبد سليم، لو قدر وهو عبد سليم ب60 درهما، ثم قدر وهو عبد قد جني عليه وبري فقوم ب50، فنسبة الخمسين إلى الستين، نسبة الناقص، الناقص السدس. نعم. 1/6. نعم. يعني نقص 10 من 60 فيكون فيها السدس، تؤخذ من الدية، من دية الحر. نعم. بنسبتها. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. إذا كانت الحكومة في الترقوتين، في إحدى الترقوتين أو في الضلع أو في الرأس مما جرى فيه التقدير فلا يبلغ بها المقدر بل تكون دون المقدر. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.